بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، فشكر الله إمامنا حيث أسمعنا كلام ربنا، فنسأل الله جل شأنه أن ينفعنا بما نسمع ونتلو ونؤمن به من كلام ربنا، ونسأل الله جل شأنه أن يجعلنا ممن رفعه القرآن في الدنيا والآخرة. وهذه الآيات التي سمعناها من تلاوة الإمام، نقف في موضوع علاقة الإنسان بالنفاق وجوداً وعدماً، وهل يمكن للإنسان، هل يمكن للإنسان للمسلم أن يضمن نفسه من النفاق؟ هل يمكن أن يضمن نفسه من النفاق بأن لا يكون منافقاً؟ هذا غرور أيها الإخوة. ما خاف النفاق إلا مؤمن، وما أمنه إلا منافق، إلا أن يكون جاهلاً فيعلم. ما دمت حياً في هذه الدنيا فتعلق بربك وتضرع إليه أن يثبتك على الإيمان، واستعذ بالله من النفاق ومن الرياء ومن الشرك. ولا تقل أنا مؤمن وقد بلغت وانتهى الأمر وعندي عصمة من النفاق، بل الإنسان في هذه الدنيا لا يأمن الشرك، وقد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على سادات الأولياء وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قال عليه الصلاة والسلام للصحابة: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. الحديث. إذن حتى الصحابة لم يعطوا أماناً من الشرك ولا من النفاق، لكن الله يعيد المؤمن الوعد الحسن فيثبت على الإيمان ولا يغتر، يرجو ربه، يحسن ظنه بربه ولا يغتر فيهلك والعياذ بالله. وهكذا يكون في الدنيا مجاهداً ويدفع كل مداخل الرياء ومداخل النفاق. وفي هذه الآيات التي سمعناها نقف جملة جملة في هذا المعنى. فهذه الآيات التي ذكر الله فيها حال المنافقين في الآخرة وأنه يمكر بهم ويطردون ويقال لهم التمسوا نوراً، لماذا يقال لهم هذا؟ لأنهم اتخذوا في هذه الدنيا سبلاً وآراء، وظنوا أنهم على معرفة وفهم وعلى حال أصلح من المؤمنين الصادقين. والنفاق أيها الإخوة درجات، النفاق دركات والعياذ بالله. هناك نفاق اعتقادي، وهو أن يبطن الإنسان الكفر ويظهر الإسلام، يظهر الإيمان، هذا كافر والعياذ بالله، وهو في الدرك الأسفل من النار. وهناك نفاق عملي، نسأل الله أن يعيذنا منه. وهذا النفاق العملي باب والعياذ بالله إلى الولوج إلى النفاق والعياذ بالله الاعتقادي، إن لم يعتصم الإنسان بربه ويتنبه له ويطهره أولاً بأول. لأن النفاق وهو أن يظهر الإنسان ويحاول أن يظهر من حاله أنه على الحال السوية وهو يبطن خلاف ذلك قاصداً، هذا هو باب الهلاك والعياذ بالله. ولهذا صفات وأخلاق منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافقين. قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. نعوذ بالله من هذه الحال. ونقف جملة جملة مع هذه الآيات التي سمعناها. قال الله جل شأنه: يوم ترى المؤمنين
والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بين أيديهم أمامهم. ولاحظ ذكر الأيمان بأيمانهم تكريما، وبأيمانهم بشراكم اليوم، يقال لهم يبشرون بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. لاحظ يسعى نورهم، يسعى نورهم لأنهم اهتدوا في الدنيا، سلكوا سبيل الهداية النور، فجاءهم النور من الله جل شأنه يوم القيامة يوم المخافة وفي الظلمة وفي معتركات يوم القيامة وعرصات يوم القيامة الشديدة، يأخذهم هذا النور ويدلهم يهديهم ربهم بإيمانهم ويبشرون. وأما المنافقون ظاهرهم مع المسلمين مع المؤمنين، ولا أيها الإخوة نأمن، ولذلك المؤمن يدعو ربه أن يعيذه من هذه الحال، حال المنافقين يوم القيامة. لا تدري، قد يكون إنسان يظهر الإسلام وهو يحسب أنه على الإسلام وعلى الطريقة المرضية وهو في صف المنافقين، نعم هو لا يعلم من نفسه كفرا، لكنه والعياذ بالله تمرس على النفاق والعياذ بالله، وأخذ يلمز الصادقين المخلصين، يلمز المؤمنين ويسخر منهم، ولا يهتدي بالكتاب والسنة حق الاهتداء، وإنما هو عبد لآراء وأهواء، سبل اهتدى بهداية الشيطان وأعوان الشيطان، حتى إذا جاء يوم القيامة يظن أنه مع المؤمنين فتكشف له الحقيقة والعياذ بالله. إذن هناك صنف من الناس يحسب أنه من المؤمنين، لكن يأتي يوم القيامة والعياذ بالله فيواجه بحقيقته والعياذ بالله، وهو الذي قال الله فيه هنا يوم، ذاك اليوم يوم القيامة. اليوم الجملة الأولى، الآية الأولى، يوم ترى المؤمنين، وهذه يوم يقول المنافقين، يوم يقول المنافقون، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، يعني ما عندهم نور، رأوا المؤمنين النور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ويهتدون به، وهؤلاء معهم حولهم لكن ليس لهم نور، فيقول انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم. عش هذه الحالة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل النور وأن لا يخذلنا يوم ذاك. يقول المنافقون والمنافقات، لاحظ المنافق الأصل في القرآن أن الخطاب يخاطب الجماعة يدخل فيها النساء والرجال، لكن إذا ذكر الصنفين، إذا ذكر الصنفان فاعلم أن هناك أمر يراد التنبه له، فانتبهوا، هناك منافقون ومنافقات، والنفاق يجري على الصنفين ويجري على الكبار والصغار، وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافقون ومنافقات، لكن البروز للرجال، وهناك من يدعمهم من النساء، وإذا وجدوا أماناً ظهروا. وفي زماننا هذا أيها الإخوة قد نلمس مثل هذا، عافانا الله وإياكم وهدانا الله وهدى جميع من ضل من المسلمين، تلمس وتحس وتسمع وترى سلطة ظهرت من هؤلاء المنافقين. نحن لا نحكم على أحد بعينه، لكن سلطان النفاق ظهر، عسى الله أن يكبته، فأخذ يضرب بالسنة ويحارب السنة، يحارب الأحاديث الصحاح، يحارب ما ثبت عند المسلمين من قرون، يحارب الخير. وعلى صوت المنافقات أيضا، ولا نحكم على أحد بعينه، لكن هذا هو الواقع بفتنه، ولا نزكي أنفسنا، ونسأل الله أن لا نكون من صنفهم، ونسأل الله أن يهدينا ويهدي أهلينا وأن لا نكون من هؤلاء الصنف. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم، يطردون، يذبون، يذادون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض يوم القيامة. هذا اليوم، نفس اليوم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هذا أيضا المشهد، أن النبي على الحوض ويرد عليه المؤمنون فقط الصادقون، ويسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحوض، فلا يظمؤون بعده أبداً،
بعد هذه الشربة أبداً حتى يدخلون الجنة، ولا ظمأ في الجنة. وأما المنافقون فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه، يعرف أناساً. النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على المنافقين، لكن صنف من المنافقين لا يعلمهم بدليل هذا. هل هو نفاق اعتقادي أو نفاق عملي؟ يذادون عن الحوض فترة ويعذبون ثم بعد ذلك، هذا هؤلاء الموحدون. أما المنافق الخالص فلا طمع في الجنة بالنسبة له. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيأتي أقوام رجال أعرفهم فيذادون، يعني يبعدون يطردون من الحوض، فأقول: أصحابي أصحابي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. تغيير، التبديل، تبديل في الدين، تغيير في عدم الثبات، كل هذا من صفات المنافقين والعياذ بالله. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب، من قبله العذاب. ينادونهم المنافقون، ينادون المؤمنين إذا طردوا وأبعدوا وضرب هذا السور حاجز بين المؤمنين والمنافقين، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ هذه المخوفة لنا أيها الإخوة. هم يقولون صادقون، هم صادقون في أحاسيسهم وليس بعقيدتهم الأكيدة. يقول: ألم نكن معكم؟ إذن هذا يبين لنا أيها الإخوة أنهم كانوا في الدنيا، أنهم كانوا في الدنيا على غير ثبات. يأتيهم الإيمان، أنوار الإيمان، ثم بعد ذلك تأتيهم الشبه فيترددون، كما وصفهم الله جل شأنه: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وكما أخبر الله جل شأنه في ضرب المثل لهم في سورة البقرة أن الله جل شأنه يضيء لهم الآيات، وضرب لهم المثل: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. هذه حال شبيهة بهذه التي نحن نتذاكر حولها. يوم القيامة يضاء لهم النور ثم يطفأ، كما كانوا في الدنيا يرون البراهين والآيات الأنوار الهدى ولا يتبعونه، فإذا برقت أنوار الهدى عرفوها، ثم بعد ذلك إذا جاءهم الشيطان والشهوات اتبعوها وتركوا النور، كذلك يفعل بهم يوم القيامة جزاء وفاقا عياذا بالله. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. الشيطان قف هنا عند وغرتكم الأماني، يعني كان دينهم في الدنيا أماني، عقائدهم ليست جازمة، ليست في عقيدة جازمة، ليس هناك إيمان صادق، أماني كما كان اليهود من قبل، ونعى الله حالهم أنهم ما عندهم إلا أماني وليس عندهم أشياء جازمة أكيدة ولا وعود صادقة هم يتبعونها. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم. كيف فتنتم أنفسكم؟ عرضوا أنفسهم للفتن ففتنوا ولم يعتصموا بالله، وهذا الذي نستطيع بإذن الله في هذه الدنيا أن نتجنبه، بأن نعتصم بالله ولا نعرض أنفسنا للفتن، وأن نستعيذ بالله من الفتن، وألا نضع أنفسنا في مواطن الهلاك التي وقع فيها هؤلاء المنافقون. أين مواقع الهلاك؟ عند الآراء، عند الشبهات، وما أكثرها اليوم، ما أكثر من يقول: أنا عندي عقل وأفهم. يحذر من الكتب المنحرفة، يقول: لا، أنا عندي عقل، أعرف أميز. ومسكين ما درس ولا عرف أركان الإيمان حقا، أركان الإيمان الستة لم يعرفها حقا، لو جادله مجادل فيها وهو قد عرض نفسه في بعض المسائل لحار جوابا، ثم يعرض نفسه أيضا لمسالك خطيرة. هذه المسالك هي التي منعتهم يوم تمنعهم يوم القيامة من الاهتداء، فيقال لهم: التمسوا نورا، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. التمس هذه المناهج الفلسفية، التمس هذه الآراء العقلية، التمس هذه الأمور الشهوانية، التمس هذه المسارب التي أنت تأخذ منها اليوم والعياذ بالله البعيد. إذا مواطن الفتنة والعياذ بالله هي التي تفتن الإنسان فتجعل مصيره في الدنيا في الآخرة والعياذ بالله شبيها بهذا المصير. انتبه أيها المؤمن، لا تعرض نفسك
إياك وأن تدخل إلى مواقع هؤلاء. لا يدخل إلى هؤلاء ولا يقرأ كتبهم إلا من اعتصم بالله أولاً ثم عرف وخبرهم واستعان بكلام أهل العلم في ذلك، فيكون بأسلحة قوية، لا يأتي مكشوفاً ما عنده إلا أماني، وإن كان صادق الإيمان لكنه لا يملك السلاح في مقاومة هذا، فيكون قد عرض نفسه للفتن وترك أمر الله أنه يبتعد عن مواطن الفتن. لاحظ كيف أنهم يقولون المؤمنون، كشف للمؤمنين، ألقى الله في قلوبهم وأطلعهم حقيقة هؤلاء المنافقين، فأخبروا هذا الخبر وذكره الله في القرآن يبقى إلى يوم القيامة، ولكنكم فتنتم أنفسكم. إذن نأخذ من هذا عصمة، لا نفتن أنفسنا بأن نضعها في مواضع الهلاك، ولا أن نقدم عقولنا على كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونوطن أنفسنا على الاستسلام لدين الله ولأمر الله جل شأنه، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم. أليس هناك اليوم من يتربص بالصادقين، من يتربص بالمؤمنين، من يتربص بالدعاة الناصحين، من يتربص بالعلماء الصادقين، من يتربص بالأخيار، من يتربص بأهل المساجد؟ هناك من يتربص، ولو أطلعنا الله عليه لشابت رؤوسنا، لكن الله يحمينا ويحفظنا ونحن في حفظ من الله جل شأنه، ولم يكن الله إلى أحد من خلقه. وهكذا من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا التربص قائم ما دام للمسلمين جماعة ولهم شوكة ولو ضعفت أحيانا، لكن إذا فقدت هذه الشوكة بالكلية ظهر النفاق وأصبح كفرا صراحا والعياذ بالله. إذن هناك تربص، وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتربصون بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم أنشأوا مسجدا، بنوا مسجدا، مسجد الضرار، وهذا للتربص وللإرصاد لمحاربة دين الله. وتربصتم وارتبتم، ما عندهم إلا شك، ما عندهم عقيدة ثابتة جازمة، ولو كان عندهم يقين لحاربوا الشهوات أول ما تطرأ بهذا اليقين بالله جل شأنه، ولم يعرضوا أنفسهم. ما عندهم إلا الارتياب، الارتياب هو الشك، فهم يشكون في وعد الله، عندهم شك، وإن لم ينطق به هو الشيطان يعبث به ويدخل من خلال شهواته والشبهات، يدخل فيعبث بعقله، فلا يكون الإيمان مقاوما حتى يتلاشى والعياذ بالله. وهل يتلاشى الإيمان؟ إي والله، من لم يهتم ومن لم يحفل بالإيمان ترحل عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، وارتبتم وغرتكم الأماني، إياك وأن تتبع الأماني، كن على يقين بوعد الله، كن على يقين بوعد الله، وابتعد عن الأماني الجوفاء التي لا حقيقة لها ولا أصل لها. ما هي، ما هو اليقين بالله؟ في الكتاب العزيز، من أطاع الله عصمه الله وأكرمه، ومن عصى الله أهانه الله وأذله، وإن ظهره فترة من الزمن في ثوب عز زائف فإنه من المذلين ومن الحقراء، وهو عند الله جل شأنه حقير، لكن الله يبتلي به أقواما، لأن الدنيا دار للابتلاء، وليس كل من آمن أعطي العز والرفعة والمادة والقوة وكل شيء، لآمن الناس كلهم، لكن لا بد من الامتحان والابتلاء. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، كل هذا من الشيطان الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، يعني انتهى الأمر، ما ينفعكم أحد، لا ناصر لكم. يعني من يسمعها الآن، ولا نزكي أنفسنا، حتى من كان عنده بداية مرض في النفاق فليجاهد، وهذه الدنيا للمجاهدة، ومن أمن النفاق فهو الحقيق بالوقوع في النفاق والعياذ بالله. كان عمر رضي الله عنه يأتي إلى حذيفة الذي استأمنه النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر له أسماء من المنافقين، أسماء بعض المنافقين كثيرا منهم، كان عمر لصدق إيمانه وعدم اغتراره يقول: ناشدتك الله يا حذيفة، أذكرني رسول الله من المنافقين؟ لا يقول هذا إلا مؤمن. وهذا الذي يخاف النفاق ويخاف الشرك ويخاف الرياء هو الذي يعصم منه بإذن الله جل شأنه. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ومأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. اللهم انفعنا بالقرآن، اللهم عصمنا من النفاق والشرك والرياء وسيء الأخلاق.
اللهم اجعلنا من أوليائك وحزبك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم صل على محمد، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم حسن إنصاتكم.